بسم الله. من الحاجات اللي احنا بنظبطها في البروجكت تمبليت ان انا باجي على الاديشن سيتنج واروح على الهاف تون اندرلي. دي اللي هي ايه؟ لو انا عندي حاجه تحت حاجه تانية، مثلا الاندرلي بتاع الفيو دوت بيبقى شايف الدور اللي تحتيه، فهل انت عايز يبقى ظاهر مثلا خفيف تقيل، عايز تظهر الباتن بشكل معين؟ وده حل مشاكل كتيره كانت الناس بتقول عليها، ان ازاي اظهر العمدان في الدور اللي تحت بس عايزها بخطوط متقطعه مش بخطوط سميكه. ده الفرق. ده لو انا عايز اعمل حاجه مثلا شوب دروينج، او عايز اعمل لوحه كويسه. تمام، تعال نفتح مشروع حقيقي زي دوت. تمام، ليفل 2. لو انا دخلت على ليفل 1 ورسمت مثلا الحيطه هنا عشان تبقى معايا الموضوع، اهيت الحيطه اهيت، وادخل ليفل 2 بلا الحيطه موجوده. ماشي، طيب الحيطه دي انا عايز الحيطه دي طبعا هي مرسومه في ليفل 1. تمام، اهي مرسومه في ليفل 1، وخلينا هنا مثلا نخليها سالب 500، سالب 500 اهيت بالشكل دوت. تمام، ده موجوده في الدور اللي تحتيه، عايز اخليها يعني شكلها مختلف عن الحاجات المرسومه في الدور دوت. تمام، ممكن اجي هنا اقول له نان كده، انا مش شايف الدور اللي تحت. طب بدات اظهره، عايز اخليها مثلا بخطوط متقطعه، اعمل ايه؟ هدخل في قائمه المانج اديشن سيتنج، افتح اندرلاي، اشوف هنا انا عايز الحاجه تبقى خفيفه ولا تقيله ولا ايه الباترن بتاعي. ممكن مثلا اختار حاجه بالشكل دوت دوت، اقول له اوكي، الاقي الحته بتاعتي بالشكل دوت. لو احنا عايزين حاجه يعني اكثر واقعيه، اقول له من هافتون، اقول له انا عايز حاجه مثلا متقطعه كده زي جريد لاين دبل داش. تمام، تلاقي الهافتون والاندر لاي بتاعك بقى مظبوطين. تمام، هتلاقي برضو الشغل كله، اي حاجه كانت في الدور الاولاني مش مكمله معايا للدور التاني بدات تاخد شكل الحاجات اللي هي متقطعه. تمام، زي مثلا الحوائط، العمدان، الحاجات ديت. تمام، طيب انا لو عايز الملف دوت اللي انا شغال عليه احوله لتمبليت، اعمل ايه؟ الغي كل حاجه ما عدا الحاجات اللي انا ممكن اشتغل بيها بعد كده. يعني لو انا كل المشاريع بتاعتي بفرض، يعني فرض ان كل المشاريع بتاعتي فيها نفس الحائط الحيطه دي، خلاص سيب الحيطه دي. فيها نفس العمدان، سيب نفس العمدان. يعني مثلا فرض ان انت شغال في شركه كل مشاريعها نفس انواع الفيلر، تمام، ونفس كل الشكل وكل حاجه، خلاص هتسيب الحاجات المشتركه. لو ما فيش حاجه مشتركه تعمل سيلكت على كل حاجه وتعمل ديليت. تمام، خلي بالك انت لغيت الحاجات دي، لغيت كل الحوائط، بس نوع انواع الحوائط لسه موجوده. على سبيل المثال اهي، تلاقي كل الحوائط موجوده. لو انت مثلا عايز تشغل اي حيطه هتلاقيها لسه موجوده، عايز تعمل دوبليكيت منها تلاقي كل الحوائط موجوده. تمام، بس هي الفكره كلها ان المشروع بقى فاضي، ان انا دلوقتي بقى ادخل على الفيوهات ابدا اشوف ايه الفيوهات اللي انا مش عايزها. هل في مثلا دي مش عايزها؟ الجريدات طبعا مش عايزها، تعمل سيلكت على كله، وممكن تلغي كله ما عدا الاليفيشن، يبقى عندك اربعه اليفيشن جاهزين. وتبدا تظبط الشكل بتاعك وشكل الفيشن ده، تبدا تظبطه. ممكن تدخل هنا وتبدا تظبط ايه الشكل اللي انت عايزه. تمام، الكلي اوت الشكل برضه اللي انت عايزه، بحيث يطلع معاك زي ما انت عايز. الدوري عايز الريدي بتاعها كبره صغيره زي ما انت عايز. المقصود ان انت بتجهز اللوحه على الحاجه اللي انت شغال بيها على طول. هل انت ده موافق عليه ولا عايزها بالشكل دوت؟ بدل ما كل مشروع تدخل تظبط الاعداد دي، لا بظبطها مره واحده، وبعد ما اخلص اروح قايل له فايل سيف از تمبليت. يبقى انت كده عملت تمبليت بتاعك اللي هو ار تي اي. عايز تفتح مشروع جديد، بقول له فايل نيو، تمام، بروجكت، واختار المشروع اللي هو انا عامله ار تي اي.